السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. فيديو النهاردة انا كنت وعدتكم بيه قبل كده، وهو شوية لي علاقة بالفاشن ولي علاقة بالموضة. سواء قبل كده وقلتكم ان انا ما بحبش الاونلاين شوبينج للشركات والمواقع اللي ملهاش او عنوان يعني. بس النهاردة انا هكلمكم عن شركة Great Skirt. دي شركة بتبيع ملابس للمحجبات. اولا هم في مدينة 6 اكتوبر، وده عنوانهم عند مركز الأورمان، هم في الدور الأول. أنا رحت لهم، الحاجات خاماتها حلوة جدا، الشغل الفنش بتاعه حلو جدا، بيبيعوا جي فساتين، بيبيعوا حاجات كتيرة جدا. فعلا كان نفسي أجيب منها، بس كان في مشكلة بسيطة جدا في المقاسات عندهم، هي 1 و2 بس. يعني لو أنت مقاسك من سمول لحد لارج ممكن تلبسي، إنما أكتر من لارج مش هتلاقي حاجة كويسة أو مناسبة ليك. عموما أنا مجمع لكم مجموعة كبيرة جدا من الصور ومن التصميمات بتاعتهم، هتشوفوها دلوقتي. واتمنى منكم انكم تشوفوا اللينك بتاع صفحتهم على الديسكريبشن بوكس، ومستنيه منكم رايكم على الفيديو. وبحبكم جدا، ومتنسوش تتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي، والسلام عليكم.